كتير حلو إنكم تسمعوا أبنائكم وتعطوهم مساحة حتى يعبروا عن مشاعرهم، وكتير حلو إنه كمان تتعاملوا مع ضغوطاتكم ومع الصعوبات اللي بتواجهوها بطريقة كتير إيجابية حتى ما تنعكس على أطفالكم. رسالتي للطلاب حبايبي، كتير إحنا منحبكم، وكتير إحنا منقولكم إحنا معكم ومندعمكم، وإحنا موجودين كموجودين في المدارس حتى نقدم لكم الدعم باستمرار. فإذا واجهت مشكلة لا تتردد حبيبي بأنك تتوجه للمرشد التربوي.